هنا في ولاية هيرشابالي جنوب وسط البلاد لا تتوقف المعارك بين الجيش الصومالي ومسلحي حركة الشباب، معارك أسفرت في الآونة الأخيرة عن استعادة القوات المسلحة بلدات وقرى جديدة، بينما يتراجع مسلح الحركة عسكريا بعد اشتداد الخناق عليهم من جبهات عدة. نعلن أننا سنواصل مطاردة فلول عناصر حركة الشباب ليلا ونهارا حتى يتم طردهم من كافة أنحاء البلاد. فترة اضطهادهم للمجتمع الصومالي انتهت، ونشيد بدور المجتمع المحلي في مكافحة هذه الحركة المتشددة. لدورها انتفضت ميليشيات عشائرية مسلحة ضد الحركة في وسط البلاد، وتمكنت من تحرير قرى عدة من قبضة حركة الشباب، كما أن الحرب تشهد مشاركة النواب في البرلمان بهدف إنهاء قرابة عقدين من وجود الحركة في الصومال. لا تستطيع عناصر حركة الشباب دخول حرب مباشرة مع القوات المسلحة ومسلحي العشائر، وتعتمد فقط على الكر والفر لمواجهتنا. يلذون بالفرار عند دخول حرب مباشرة. ستستمر هذه المعركة في مناطقنا حتى يتم تحريرها. في موازاة ذلك تنفذ الحركة هجمات إرهابية في مناطق عدة، كان آخرها الهجوم الدموي الذي شهدته العاصمة مقديشو وأدى إلى مقتل 120 مدنيا وإصابة نحو 300 آخرين بجروح. كر وفر يتجددان بين الحين والآخر في مناطق عدة بوسط البلاد بين القوات المسلحة ومسلحي حركة الشباب، معركة يقول عنها المراقبون إنها ستفاقم الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد ما لم يقدر الجيش الصومالي على الانتصار فيها قريبا. أويس حسين، تارة عربي، مقاديشو.